السلام عليكم، مرحبا بمشاهدي حلقاتنا. أنتم الآن مع العالم الذي بدأ رحلته منذ كان في 15 من عمره، وحينما وصل 25 كان يشابه أعطى العلماء ويقدم أندر الرؤى والعلوم. صغير في سنه، كبير في علمه، عزيز في مقامه. هل تجدون في الشرق الأوسط شابا في 25 يطرح علما لن تجدوه في كل مكتبات الأمة الإسلامية؟ هل تجدون تفسيرة لكتاب الله فاقت التصور والروعة والجمال في عصرنا الحالي؟ هل تجدون شابا في ريعان شبابه يتحدث بحكمة الحكماء وبعلم الراسخين في العلم وببساطة الشباب؟ هل تجدون الآن علما يزيد حياتكم رشدا ونضجا، وفي نفس الوقت يزيد صلتكم بالمرجع والأساس؟ نعم يا سادة، إنه أحد أندر الوجوه في الشرق الأوسط، العالم الكبير في مقامه والصغير في سنوات عمره. إنه من فسر كلام الله جل جلاله بما لم يسبق لأحد عمله وتفسيره، فأي مقام وعلم بعد فهم وتفسير كلام ملك الملوك سبحانه. إنه الذي جاب المحافظات والمدن والبلاد ناشرا لعلمه ولحكمته الراسخة. إنه العالم الكبير أمين صبري. والآن أنتم في دقائق متاحة من وقته ليخبركم فيها بأمور تزيد وعيكم وحكمتكم. اغتنموا تلك الدقائق واشكروا الله أن أتيحت لكم فرصة سماعها، لأنكم إن أردتم الحصول على العلم منه مباشرة فليس ذلك سهلا أو متاحا، ويكلفكم آلاف الدولارات. فلم يدفع موسى عليه السلام في تحصيل علم الخضر القليل أو الرخيص، بل دفع الغالي من وقته وجهده وماله لكي يحصل معلومة واحدة من عبد آتاه الله علما. لذلك لا تضيعوا دقيقة واحدة ولتأخذوا منها العلم والحكمة. أنتم الآن في حضرة عالم، ولينصت الكل وليفسح المجال لتلك الحكمة أن تسري في كيانه، فلن تجدوها متاحة في الكتب ولا في المكتبات ولا في الجامعات. والآن مع العالم المصري الشاب أمين صبري. يا ترى وسط كتير من قرارات الإنسان اللي بيتخذها في حياته، وكتير من السلوكيات اللي بيعملها، يا ترى إيه أصعب 5 قرارات لو الإنسان اتخذهم أو نفذهم بيودي نفسه في داهية فوراً؟ في قرارات على الصعيد النفسي مهلكة تماما، زي قرار الشرك بالله حتى ولو لم تأخذ بالك، قرار الكفر بالله، إساءة الظن بالله، جعل إله مع الله. دي كلها قرارات نفسية صعبة جدا بتودي الإنسان مش بس في داهية، في غياهب الجحيم. ودي مش موضوعنا في حلقة النهاردة، وهنتكلم عليها طبعا في حلقات تانية إن شاء الله، لكن حلقة النهاردة هتتكلم عن القرارات الاجتماعية الحسية الأرضية اللي الإنسان لو اتخذ واحد بس من القرارات دي يروح في داهية، فما بالك بالخمسة. هم 5 قرارات صعبة جدا. اعمل اللي انت عايزه في حياتك اجتماعيا طبعا، لكن ما تحاولش تقرب من 5 دول، لان 5 دول هيسلبوك اعز ما تملك. يا ترى ايه 5 دول؟ اول قرار هناخدهم كده بالتدريج او بالترتيب التالي. اول قرار وهو اعطاء ملكيتك لحد غيرك. يعني ايه القرار ده؟ انت بتاخده في عدة اشكال. بتاخده لما بتاخد قرض من البنك، لما بتاخد دين كبير من حد او من جهة، لما بتاخد قرض وبترهن بيه بيتك او سيارتك او حياتك بالكامل. وفي نفس الوقت نفس القرار ده بتاخده لما بتدمن على نوع معين من الأدوية أو على نوع معين من المخدرات. وبنشوف ناس كتير عندها مشاكل نتيجة العلاج النفسي أو الطب النفسي، الدكاترة النفسيين لما بيوصفهم، لما المفروض بيعالجوا الإنسان اللي عنده مشاكل بيوصفوا له أدوية. الأدوية دي بيفضل الشخص يتعود عليها إلى أن تصبح بالنسبة له إدمان. وبنشوف في الجلسات حالات صعبة جداً بقى الدواء بالنسبة له هو وقود حياته، لو ما خدش الدواء ده ينتحر. بشكل أو بآخر كل هؤلاء الأصناف اللي احنا اتكلمنا عليهم أعطوا ملكيتهم لطرف آخر. واحد أعطى ملكيته لشركة،
فبقى عبد عندها وماضي عقد احتكار معاها، فلا يستطيع انه يتحرك. واحد عامل واخد قرض كبير من البنك عشان يعمل مشروع، واحد ادمن على نوع معين من المخدرات فما عادش قادر يستغنى عنه، او حتى نوع معين من الادوية فما عادش قادر يستغنى عنه. كل هؤلاء خدوا اول واصعب قرار، وهو اعطاء الملكية، ملكيتك لحد اخر. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعلمنا ان احنا لما نبقى عباد له واعزاء في حضرته وفي ساحته بيبقى اسمنا ايه؟ خد بالك، لو انت بقيت عبد من عباد الله، من عباد الله بقت عبوديتك وملكيتك لله في دنيا الناس، انت بقيت اكتر واحد حر واكتر واحد عزيز واكتر واحد غني. يعني اللي عايز يمشي في طريق العبادة لله يتأكد تماما انه هيبقى شخص حر، مفيش حد محتكره، مفيش حد بيملكه، مفيش حد بيذله، مفيش حد بيملك مصلحة فيها رقبته. ده لو انت ايه؟ عبد خالص لله. لو انت هتسيب بقى العبودية لله، يبقى انت هتعبد وهيتم تمليكك لحد تاني من الحاجات الدنيوية. لان خد بالك، هو حاجة من اتنين، يا اما انت تبقى مملوك لمن خلقك سبحانه وتعالى وتبقى عبد له فيحررك من كل القيود، فتبقى حر عن القروض وحر عن الديون وحر عن الأدوية والمخدرات وحر عن كل حاجة مادية، انت حر، انت مش مملوك لحد. يا اما تبقى انت لا تعبد الله سبحانه وتعالى ولست مملوكا له في نفسك، فتبقى مملوك لدواء او مملوك لدين او مملوك لبنك يسطو عليك او مملوك لجهة او لشركة معينة. فده اول قرار بيوصل الناس له، وهو قرار من القرارات اللي بتودي في داهية على طول، وهو قرار اعطاء ملكيتك لحد. حتى ربنا سبحانه وتعالى أعطى للناس اللي معاها أموال، للمؤمنين الصالحين اللي معاهم أموال، جزء من الصدقات اللي بتطلع، يعني جزء من أموال الزكاة اللي بيسموها اللي بتطلع اسمها في الرقاب. في الرقاب يعني الناس اللي بقوا مقيدين وبقوا مسجونين على مبلغ أو على بنك سجنه أو على هيئة معينة بالعقد اللي هو ماضي معاهم سجنته، فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم حقوق علشان يتحرروا من اللي. طب انت ليه تحط نفسك الحطة دي؟ ده ربنا جعل لك حق على المؤمنين. شوف بقى فين المؤمنين الصالحين اللي معاهم أموال ويقدروا يعملوا معاك كده، فانت ليه توصل للمرحلة دي؟ حتى ربنا لما ضرب مثال وقال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، اهو كل واحد رهن نفسه البنك او مضى عقد احتكار مع حد فما يقدرش يفلفص مع حد غيره، او بقى اسير لدواء معين او لمخدر معين، ده اسمه في القرآن عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، من غير الدواء ومن غير العقد ومن غير البنك ما يقدرش يتحرك. وده اول قرار. تاني قرار، قرار الزواج بشريك غير مناسب، برضو ده من القرارات اللي بتودي في داهية. ودايما بننبه بشدة، الزواج أو الزوج أو الزوجة لا يختار، الزوج لا يختار. يعني أنت مش جاي لك 10 متقدمين لك أنت هتقولي ده حلو هاتوا ده، لا، الزوج لا يختار وإنما يكتشف. نفس الفكرة في الزوجة. يا شاب، مراتك انت مش عندك 5 6 مثلا تعرفهم من قريباتك وزميلاتك، يبقى انت بتدور على واحدة تختارها من، لا، مفيش حاجة اسمها اختيار شريك الحياة، في حاجة اسمها اكتشاف شريك الحياة. هديك مثال، لو انت مثلا دلوقتي حد خطف الشنطة بتاعتك وانت ماشي، فروحت على طول، كنت انت جنب القسم، فروحت انت للقسم، قسم الشرطة، فالضابط اللي هناك جاب لك مثلا 10 أشخاص، 10 أشخاص مشتبه فيهم، واحد فيهم هما دول الحرامية بتوع المنطقة، واحد فيهم هو اللي سرق الشنطة. قل لي، لما انت بتبص على 10 واحد واحد، هل بتختار اللي سرق شنطتك ولا بتكتشفه؟ يعني ايه؟ بتبص للعشرة كده تقوم قايل ده شكله حلو، هاتولي ده، يعني اختار انا ده اللي هو اللي سرق شنطتي. هل بتختار واحد من العشرة ولا بتلف عليهم كده فتكتشف مين اللي سرق الشنطة؟ هو ده اللي اكتشف، هو ده اللي سرق الشنطة. إذن في عالم الزواج وفي عالم الحياة الحقيقي
في حاجات كتير احنا بنفكر ان احنا مختارينها، انما هي ليست اختيار وانما هي اكتشاف. الزوجة والزوج ليس اختيار وانما اكتشاف، هو اصلا موجود وانت من زمان جدا من عالم الازل، والنفس اللي بينك وبينه مزدوجين مع بعض ومتشابهين مع بعض. فمجرد ما بتشوفوا بعض في الحياة بتكتشفوا بعض، هو ده اللي انا عارفه، هو ده الشخص اللي متألف معي، بتكتشفه مش بتختاره من وسط مجموعة. وموضوع الجواز بشريك حياة غلط اللي بيوصل لطلاق واللي بيوصل لخسارة مادية، وبعرف يعني كتير من الشباب بيدخلوا جوازات غير مناسبة لواقعهم ولا لحياتهم ولا لوضعهم، وفي الآخر بتبقى الجوازة دي طلع معاه بخسارة، ولو وصلت كمان معاه انها توصل له انه يعطى ملكيته لحاجة او لحد بسبب الجوازة دي بتوصل. إذن تاني قرار من القرارات المدمرة اللي بتودي الإنسان في داهية قرار إنه يتجوز بشريك حياة غلط. والحتة دي أو الجزئية دي عليها علامات، يعني أنت عشان تعرف إنك ماشي غلط في قرار الجواز أو الشخص ده مش مناسب ليك، في علامات وبتبقى واضحة جدا، لكن الإنسان بينشف دماغه وبيتجوز. من ضمن العلامات دي مثلا إن أهلك يبقى معارضين أو أهلها يبقوا معارضين. الأهالي بيبقوا ترمومتر إضافي لصحة الجواز. طبعا ان شاء الله لاحقا هبقى اكلمكم عن القصه دي ليه، يعني مع ان ساعات الاهالي طبعا بيبقوا متعلقين بالشكليات ولازم يبقى عنده وهي لازم يبقى عندها وكلام من هذا القبيل، لكن بغض النظر عن الاعراف اللي الاهالي بيتمسكوا بيها الا ان الاهل ترمومتر. هذا الترمومتر اما ان يستخدم غلط زي ما بعض الاهالي بيستخدموه، واما ان يستخدم صح فيبين مستقبل الجواز دي. ده من ضمن الحاجات. طبعا اللي عايز يعرف تفصيل اكتر عن الموضوع ازاي ما تاخدش قرار جواز يوديك في داهيه وبشريك حياه غلط يدمر زوج يدمر حياتك ويبقى شخص مثلا مدمن، شخص غير مسؤول، شخص يضيع لك حياتك او يضيع لك ولادك او يضيعك انت نفسك، وانت كمان ازاي ما تختارش واحده طمعانه فيك وطمعانه في كل حاجه انت بتمتلكها وبتجوزك عشان مصلحه معينه وعندها اصلا مشاكل وبتحاول تعالج مشاكلها بك. ده كله اللي عايز يعرف تفصيل اكتر فيه كورس الجواز ان شاء الله كمان ايام للي عايز يتعرف اكتر عن الموضوع ده. لكن في حلقه النهارده بنقول ده كان تاني قرار يودي الانسان في داهيه، قرار الجواز بشريك حياه غلط. القرار الثالث شله السوق، اصحابك. من اكتر القرارات اللي بتندم عليها وما فيش فيها رجعه اصحابك. مش ربنا بيقول الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين؟ يعني اي اصحاب على وجه الارض اعداء يوم القيامه الا المتقين. يعني ايه المتقين؟ يعني اتنين اصحاب كل واحد فيهم بيفكر ازاي يحمي التاني، كل واحد فيهم بيعلم التاني ازاي يوصل له زاويه، يعني انا مثلا بقدر احمي نفسي ذهنيا ونفسيا وماديا، بقدر احمي نفسي عندي تقوى في الحته دي مثلا، وفي واحد يقدر يحمي نفسه قانونيا واجتماعيا، فانا بقى انا متقي وهو متقي، فكلانا بيعلم الاخر التقوى في مجاله، فاحنا الاثنين بنحمي بعض او بنعلم بعض ازاي نحمي، كل واحد يحمي نفسه. ده المتقين. دول بقى الأخلاء دول هم دول اللي عمرهم ما هيبقوا أعداء. لكن أي أخلاء على وجه الأرض بتوع مصلحة مادية، بتوع مصلحة اجتماعية، بتوع أي مصلحة كانت، هيبقوا أعداء لبعض. الأخلاء ربنا بيقول أهو الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن أصحابك إن ما كانتش علاقتك بهم بتحمي عندك جوانب ضعف، يبقى الناس دي ملهاش أي لازمة. عشان كده من أهم القرارات اللي بتتخذها في حياتك إنك تاخد ده صاحب وخليل ولا لأ. إذن محتاج بقى إنك تراجع نفسك وتشوف أصحابك اللي دايما بتخرج معاهم، وتبدأ بالتدريج لو أنت عندك أصحاب سيئين طبعا، تبدأ بالتدريج تنسحب منهم بالتدريج، لأن دي هي الصحوبية بتتعامل بالتدريج. يعني أنت مش مرة واحدة بقيت صاحب، أنتوا الأول بتتعرفهم بعد كده بتتقابلوا في عزومة، بعد يعني الصحوبية بتيجي باسم الله اللطيف بالتدريج. في نفس الحكاية هتخرج منها باسم الله اللطيف، لكن وانت بتخرج من الصحوبية باسم الله اللطيف خلي في صحوبية تانية بتشدك، صحوبية بقى إيجابية، صحوبية تقوى، ان الشخص اللي انت بتصاحبه ده اصلا حامي نفسه من اشياء سلبية، فانت بتتعلم منه انت كمان الحماية. يعني انت لما بتصاحب
واحد مثلا يكون مدمن لشيء او مديون في قروض كتيره ومعلق نفسه في حاجات صعبه جدا، ده ما عندوش تقوى، ده ما عندوش تقوى. فده معناه انك انت هتتعلم منه الاختراق اللي هو حصل له، عشان كده انتوا الاثنين هتتبرأوا من بعض. طبعا ده مش معناه ان انا بقول لك لو صاحبك عنده قروض تقطع معاه، مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه، لكن الكلام اللي انا بقوله انك لما تيجي بقى، لان انت اكيد ممكن يبقى لك اخ او صاحب عندهم مشاكل، ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالهم، ولازم انت بقى تبقى انت الطرف المتقي. يعني ايه؟ انت اللي تحاول تفكر له ازاي يحمي نفسه من الموضوع ده، وازاي يقي نفسه شر الموضوع اللي هو فيه، عشان ما تبقاش انتوا الاثنين بالنسبه لبعض اعداء يوم القيامه. اذن زي ما انت دخلت في الصحوبيه السيئه بالتدريج، لازم تخرج منها بالتدريج، بس وانت بتخرج لازم يبقى عندك البديل اللي بيشدك، لان هي دي امر عامل زي مثلا لو ما اكلتش طماطم يبقى هتاكل بطاطس، المهم انك هتاكل، انت قدامك طواقين هتاكل واحد فيهم، لو ما خدتش ده يبقى تاخد ده. فالصحوبيه ما فيش فيها احتماليه الصفر، يعني اصحاب السوء او ما فيش، لا، يا اصحاب السوء يا اصحاب الخير. فتالت تالت قرار من القرارات الصعبه اللي الانسان بيتخذها واللي ممكن تودي حياته في داهية، الشلة بتاعته، أصحابه. القرار الرابع، الانضمام لجماعة أو لحزب أو لمذهب يثير الحساسية. ما قلت لكش مذهب محظور أو حزب محظور أو جماعة محظور، أنا ما وصلتش معاك للدرجة دي، ده أنا بكلمك في إنك تنضم لجماعة أو لمذهب أو لحزب مش بس محظور، يثير الحساسية. يعني مجرد ما الناس يقول لك أنت تبع إيه، فتقول له أنا تبع كذا، فمجرد ما هو يسمع أنك تبع كذا يثير الحساسية. الموضوع ده اللي كتير من الشباب أول ما بيبدأ يوقع على الدنيا ويبدأ يعدي مرحلة المراهقة والثانوية ويدخل في الجامعة، بيبقى عايز ينضم لقالب معين، فيقول لك انا كذا، انا تبع كذا، انا من الجماعه دي، انا من المذهب ده، انا من الفئه دي، انا تبع الحزب اللي مش عارف ايه. وفي مئات الاسماء، طبعا في اسماء اجتماعيه وماليه واقتصاديه، وفي اسماء سياسيه، وفي اسماء دينيه، انا بكلمك على كله على فكره. يعني اشتراكي راسمالي شيوعي شيعي، كل الاسماء سواء كانت اجتماعيه سواء كانت اقتصادية سواء كانت سياسية سواء كانت دينية، كله لا تنضم لأي جماعة وكن حر زي ما ربنا خلقك. الطفل الصغير لما ينزل من بطن أمه مش تبع أي حد، مش تبع أي حاجة، هو ده الأصل. أنت كمان لما تبقى أنت الآن تقول لي أصل أنا يعني زي الناس اللي هم كذا اللي بيميلوا مش عارف للتحفظ، يا اخي انت شخص متحفظ ماشي، انت خلي تحفظك ده بتعيش بيه في نفسك مع نفسك، لكن ما تحطش نفسك في حاجه اصعب من التحفظ وهو الانضمام لفئه او لجمعيه او لجماعه قصدي او لمذهب معين. ليه؟ الانضمام لاي مذهب او لجماعه وخاصه لو كانت بتثير الحساسيه بيضيع وبيدمر عندك اسم الله الواسع. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الانسان خلقه بالاتساع بتاع الكون كله، خلقه باتساع الارض كلها. يعني الطفل اللي نازل لو في واحد ياباني شافه يتعاطف معاه، لو في واحد امريكي شافه يتعاطف معاه، لو في واحد من اي جنسيه على وجه الارض شافه يتعاطف معاه. ليه؟ لان الطفل ده عنده اتساع بكل هؤلاء الناس، ربنا خلقه بالواسع. فاي جنسيه من اي مكان بعيد تتعاطف معاه، لان الموضوع هو عنده ما زال اسم الواسع شغال. اول ما الطفل ده بيكبر ويبدا يحدد نفسه في مهنه، مش مشكلة المهنة لأن دي بتحدد طبيعة إفادته للأرض واستخلافه في الأرض، لكن يبدأ يحط نفسه في إطار نفسي وفي إطار اجتماعي وفي إطار سياسي وفي إطار ديني. أول ما بيحط نفسه في الأطر دي، هنا بقى بيبدأ في ناس تانية هي كمان حاطة نفسها في أطر، فبيبدأ بقى يضيقوا على بعض، فيلاقي الياباني مثلا أو الصيني أو الأمريكي يقول لك لا لا، أنا ما بحبش المذهب ده، أنا ما بحبش الجماعة دي، أنا ما بحبش، فيبدأ يضيق مصالح كانت هتتعمل، وبيضيق يعني استفادات نفسية كانت هتتعمل، وبيضيق على نفسه حتى النظر للناس دي علومها ايه وافكارها ايه وماذا وضع الله سبحانه وتعالى فيهم من علم. اسم
اللي دايما بنقوله في كل صلاة الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ده يعني رب الروس ورب الأمريكان ورب الصينيين ورب الهنود، رب العالمين كلهم، لأن الأتراك عالم من العالمين، والروس عالم من العالمين، والهنود عالم من العالمين. طب مين بقى رب العالمين دول كلهم؟ الله سبحانه وتعالى بكل مذاهبهم وطوائفهم وأفكارهم وجنسياتهم وقبائلهم وخلافه. فلما أنت بتبقى شخص ليس لك أي حزب ولا جماعة ولا مذهب ولا حزب منضم له، وشخص حر كده منطلق، انت كده بتفعل من زاوية اسم الله الواسع، فبتبقى تستفيد من كل هؤلاء ومن الوفرة اللي ربنا حطها في كل البشر الباقيين، وفي نفس الوقت بتفعل اسم رب العالمين، فكل الجنسيات الباقية من طوائف تانية ومن أحزاب تانية بيستفيدوا بيك. ليه؟ لأنك بقيت متسع. يبقى ده القرار الرابع، وهو قرار عدم او قرار الانضمام لجماعه او لحزب او لمذهب يثير الحساسيه، طبعا فضلا عن انك بتنضم بقى او بتقرب لمذهب محصور. يعني القوانين والدول والحكومات بتحظر او بتمنع بعض المذاهب او بعض الاحزاب او بعض الجماعات اللي بقى مش تثير الحساسيه، اللي بتعمل مشاكل مع البلد او الحكومه هدفها الاستقرار. فأي مذهب بيعمل بلبلة في البلد دايما أو طبيعي أن الحكومة بتقوم عاملة قانون يحظر هذا المذهب أو هذه الجماعة. فما بالك بقى أنك انضميت لجماعة من الجماعة دي، يبقى أنت بتعمل مشكلة كبيرة، بتعمل مشكلة كبيرة جدا في حياتك. أنت كده بتضيق على نفسك تضييقة جامدة جدا، وربنا سبحانه وتعالى واسع. فلازم عبده يبقى عبد واسع وعايش في الحياة باتساع، ومن ضمن الاتساع عشان تعيش باتساع كبير أنك مالكش علاقة بحد. مش خوف من حاجة أو خوف من حد معين، لا 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 لا، انت ما بتاخدش قرار عشان هربان من حاجة سلبية، لا، انت بتاخد قرار عشان طمعا في حاجة ايجابية. فلما انت ما بتنضمش لجماعة، مش ما بتنضمش لهم عشان خايف من حاجة، لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى واسع، فانت انت بتتصف بصفات ربنا وعايش باتساع ربنا عشان تستفيد بالدنيا كلها، فليه تضيق على نفسك؟ اذن القرار الرابع هو قرار شلة الانضمام لجماعة سلبية. اما القرار الثالث كان اصدقاء السوء وشلة السوء. اخر قرار وهو القرار الخامس اللي بيودي في ده، هي قرار أن تكون معارض. دايما في أي شركة، في أي بلد، في أي حكومة، في أي حاجة، في حتى في أي أسرة، لازم تلاقي طرف اسمه الطرف المعارض، يقولك إحنا جبهة المعارضة. إيه دي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون وخلق آدم والملائكة وكل المنظومة الرائعة دي، نزل أوردرات إلهية وقال اسجدوا لآدم، ده قرار إلهي. كل المخلوقات وكل الملائكة كانت إيه؟ موافقة. موافقة طبعاً أو كرهاً، لكن هي موافقة. موافقة ونفذت الأمر. المهم إنها نفذت الأمر. حتى لو هي مش موافقة بس نفذت الأمر. طبعاً إحنا عارفين الملائكة أصلاً سجدت لآدم مع إن هي أصلاً ما كانتش مقتنعة إن آدم يستحق الخلافة. وقعدوا يناقشوا ربنا سبحانه وتعالى. مش دي قضيتنا دلوقتي، وانا بقى نتكلم لاحقا في القضيه الرائعه جدا دي، قضيه اختصام الملأ الاعلى مع بعض في موضوع ادم. ما زال الملائكه الى الان ما زال الملائكه قاعدين بيتناقشوا وبيتجادلوا وبيختصموا في البشر. هم كانوا يستحقوا ان هم يمسكوا الارض ولا ما كانوش؟ طب ما انتوا شايفين المذابح وشايفين طب ليه ربنا عمل كده؟ وبيقعدوا يفكروا بافاق وما زالوا بيختصموا. مش دي قضيتنا نتكلم عليها لاحقا ان شاء الله، لكن نرجع اللي بنتكلم عليه، وهو ان الملائكه سجدوا كلهم الا واحد، ده قرر انه ينضم او يبقى هو الوحيد بتاع جبهة المعارضة، اللي هو مين؟ ابليس. ابليس قال لك لا. هل قال لك لا كده وخلاص، ولا عنده مبرر وعنده قناعة ومقتنع واسس مش عارف حزب او اسس مذهب للمعارضة بتاعته ليه؟ فابليس كان اول المعارضين لمين؟ للسيستم الكوني، لمنظومة الله سبحانه وتعالى في تسيير الأمور. كان أول واحد معترض هو إبليس. طيب لما إبليس اعترض، يعني بقيت أنت الوقت اسمك معارض، أنا من المعارضين فبقى اسمك معارض. حتى على فكرة الناس اللي بتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي بتلاقي إيه؟ بتلاقي تعليقات كويسة استفادت من الحلقة، ولازم ولا بد تلاقي 15-20 واحد بيشتم ومعارض، ده انضم لفئة المعارض. هو حر، يعني هذا لن يضر المنظومة في شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما إبليس بقى من المعارضة
لن يضر في شيء، ربنا هو الخالق الملك سبحانه وتعالى. كذلك أي دولة أو أي حكومة عندها فئة معارضة لن تضرها في شيء، لأن الحكومة هي اللي في إيدها زمام الأمور، فالمعارض لن يضر في شيء، وإنما يضر نفسه هو. هو بيعمل شوية صداع وشوية دوشة، لكنه بيضر نفسه هو. ليه بقى؟ المعارض ده عطل، احنا قلنا بقى اللي بينضم الجماعة عطل اسم السلام، المعارض بقى عطل اسم الواسع، المعارض بقى بيعطل عنده اسم الله السلام. يعني ايه؟ يعني ايه اسم الله السلام؟ اسم الله السلام ان انت منسجم على اللي بيحصل. يعني هم عملوا كذا عادي مفيش مشكلة، طيب هم هيروحوا الرحلة الفلانية انا معاهم ما عنديش مشكلة، او انا مش هروح حتى بس انا مش معترض، مش هقعد بقى اقول لهم امنعهم ان هم يروحوا، لا انا مش ما عنديش اي مشكلة. القبول والموافقة وتمرير الأمور وتقبلها ده اسم الله السلام. المعارضة على الأمور، رفض الأمور، مقاومة الأمور، التشنج في مقاومتها، ده تعطيل اسم الله السلام. إبليس كان أول واحد بيعمل كده. فدايما تلاقي الوقت في عصرنا الحديث في كل دولة تلاقي الحكومة وتلاقي الشعب وتلاقي كده فئة من الناس دايما مش شايفة حاجة عدلة للحكومة، مش شايفة حاجة عدلة للرئيس، مش شايفة حاجة عدلة أبدا، وشايفة الدنيا دايما سود. دول فئة المعارضة، دول عطلوا اسم الله السلام. وتعطيل اسم الله السلام، ركز بقى كده، يعني ايه تعطيل اسم الله السلام؟ يعني بقيت انت عايش في حالة من الرفض، رافض دول، رافض التصرفات دي، رافض الأحداث دي. اللي بيعطل اسم الله السلام ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له مجموعة من الحاجات، يعني يستمتع بقى وهي بتحصل له. أول حاجة بيتم رفضه هو من قبل المحيط. يعني لما إبليس رفض يسجد ايه اللي حصل؟ بقى هو معارض. ايه اللي حصل؟ الكون كله بقى ضده، لان هو الوقت بقى المعارض الوحيد في المنظومه دي. نفس الفكره، اي واحد بيبقى معارض في اي مكان، اول ما بيبقى معارض المنظومه كلها بتبقى ضده، يبقى هو بقى يستحمل اللي هيحصل له. يبقى اول حاجه هو نفسه بيترفض، تاني حاجه هو نفسه بيقمع وبيقاوم، فبتلاقي حركه المعارض اقل وتمت يعني كلبشتها اكتر من حلقه، اكتر من حركه الشخص العادي. يعني الملاك لما بيتحرك عادي، انما ابليس لما اتحرك في ارصاد حواليه. ليه؟ لانه معارض للمنظومه كلها. طيب، فبنقول دلوقتي الشخص اللي بينضم لفئه المعارضه وبيبقى من جبهه المعارضه، انت ممكن اصلا لو انت مش عاجبك حاجه معينه في الحكومه، او لو مش عاجبك حاجه معينه في البلد، حاول تصلحها في نفسك. يعني مش الناس مثلا عايشه في فقر وانت مش عاجبك الفقر بتاع البلد او بتاع الشعب، خليك غني، خليك انت غني، هو ده الصح. خليك انت غني وطلع بقى من غناك فلوس تتصدق على الناس، ده لو انت ماشي صح، لو انت بتتعامل باسم الله السلام وفي نفس الوقت بتعالج القضية اللي مش عاجباك. انما انك تقوم واقف زي صخرة كده في وش التيار وتبدأ بقى وانت اصلا ما عملتش حاجة، انت نفسك فقير اساسا ومعترض، يبقى انت كده بتنضم لفئة المعارضة وبتعطل اسم الله السلام. وتعطيل اسم الله السلام بيبدأ، يعني لو فضل يزيد في عمرك بيبدأ يرتد عليك بكتير من الامراض والسرطانات وضيق الصدر وضيق التنفس وامراض في التنفس وامراض في القلب وتشنجات معينه بتحصل في الخلايا العصبيه. ده نتيجه ان الموافقه والقبول وتمرير الاحداث مش موجود. يبقى اذا كان عندنا النهارده في الحلقه دي 5 قرارات، هي 5 قرارات بتودي الانسان في داهيه. حذاري ايها الشباب، وانا يعني ليكم ناصح امين، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على او بشكر وبشكر له تلك الهدايه، ان احنا شباب، شوف لسه في مقتبل العمر، لسه لم نصل الى ال40 ولا ال50، لكن ربنا سبحانه وتعالى هدينا من وحيه، لان احنا مسلمين له. طالما انا مسلم رقبتي لله فربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعني بكل الاشكال، لا هيعطي ملكيه لحد، ولا هيخليني مدين لحد، ولا هيخليني مثلا تبع حد، ولا تبع حزب، ولا تبع مذهب، ولا هيخليني عندي أصدقاء سوء، ولا هيخليني معارض لأي حاجة. أنا في أي مكان بروحه ببقى عامل زي حلقة وصل ما بين الأمور وبعضها، لا أعترض على شيء، وإنما حتى لو في حاجة ما عجبتنيش بعالجها أنا عندي، علشان لو هي اتعرضت ليها أعرف أنا أتصرف فيها وما بقاش عندي أي مشكلة فيه. إذن خلاصة حلقة النهاردة 5 قرارات. أول قرار، أوعاك تعطي ملكيتك لحد، لا ملكية مالية ولا ملكية جسدية عن طريق الأدوية من المخدرات، ممنوع. ده أمر يعني مهم جدا. تاني أمر، اوعى تتجوز جوازة غلط، ولو حصلت حاول تخرج منها بشكل انسيابي وبشكل مرن وبشكل سلمي لو حصلت.
ولو عايز تتقي شر الموضوع ده عاملين كمان يومين كورس الجواز ان شاء الله، ازاي ما تقعش وقع غلط في الجواز. بنتكلم بكلام حقيقي، ما بنتكلمش بقى بتزويق واختيار شريك الحياه واقعد اكتب وقانون الجذب والكلام القديم ده، احنا بنتكلم كلام صح، كلام يعني حقيقي، اللي بيحضر معانا عارف الكلام ده. ده تاني قرار. تالت قرار، ممنوع تنضم لاي فئه او لحزب او لمذهب او لجماعه، مش بس محظور لا، ده كمان بيثير الحساسيه، ممنوع اصلا تنضم لاي جماعه اساسا، خليك دايما انسان حر كده مع الله سبحانه وتعالى. واخر والقرار اللي قبل الاخير، شله السوق واصدقاء السوق. واخر قرار، اوعى تكون معارض، خليك دايما شخص حلقه وصل ما بين الامور وبعضها. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.